السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال دايما. النهاردة هنعمل فيديو بسيط جدا، ازاي نحمر البطاطس ونخليها مقرمشة. الفيديو ده خاص للبنات اللي لسه داخلة المطبخ جديد، اللي هما سنة أولى مطبخ يعني، لكن الستات الشاطرين اللي هما اساتذتنا كلهم على راسي. بس قبل ما نبدأ في الفيديو، ياريت اللي مشتركش في القناة يشترك، ولو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والشير. يلا بينا نشوف هنحمر البطاطس ونخليها مقرمشة جدا ازاي. يلا بسم الله ونبدا. اول حاجه بنعملها عشان نحصل على بطاطس مقرمشه واحنا بنشتريها من السوق، نشتري نوع البطاطس اللي ينفع للتحمير. انا بحب اجيب البطاطس البيضاويه دي، تقريبا اسمها زبونطه. في اصناف كتير للتحمير بس ده من الصنف المنتشر دلوقتي. بنجيبه نغسله كويس تحت الميه عشان الرمله اللي بتبقى موجوده فيه، ونقشر زي اي بطاطس بنغسلها ونقشر. عشان ما اضيعش وقتكم هقشرها واقطعها وارجع لكم. قشرت البطاطس وقطعتها اهو. لو انت حباها رفيعه قوي تبقى كلها مقرمشه، قطعها رفيع. لو حباها مقرمشه من بره ولها قلب من جوه، التقطيعه دي كده مناسبه. ما ضفتش لها اي اضافات، قطعتها وشطفتها من النشا اللي نزلت واحنا بنقطع بس. جيب بقى معلقه ملح، معلقه كبيره ملح كده على الكميه دي، ملح وفقط، لا خل بقى ولا سكر ولا اي حاجه من دي. نقلب الملح في الميه كده مع البطاطس، هيملح البطاطس وكمان يشد الميه اللي جواها. يعني الملح هنا بيقوم بدورين، ان هو يسحب الميه اللي جوه الشريحه بتاعه البطاطسيه، وكمان هيديها طعم حلو. لو حمرت البطاطس وطلعت مقرمشه وكل حاجه ورشيت عليها الملح بعد ما حمرتيها، برضه هترجع تطرى تاني، لان الملح هيسحب نسبه الميه اللي باقيه جواه فترجع تطرى منك تاني. فانت حطي الملح في الميه هنا وما تسيبهوش فيها فتره طويله، يعني حط الملح وولع على الزيت على طول. احنا كده حطينا الملح وقلبناه على البطاطس، يلا بقى نروح نولع على الزيت. جينا عند الطاسه اهو، وجبت معايا كمان البطاطس. لو الطاسه مبلوله سخناها الاول قبل ما تحط الزيت. انا هستخدم زيت عادي خالص اهو من بتاع التموين. بسم الله الرحمن الرحيم. حط زيت كتير بقى، البطاطس عشان تبقى مقرمشه الزيت يبقى لاول مره وكتير، يعني ما يكونش اتقلى فيه قبل كده. ومعلومه كده على الماشي، لو عايزه الطاسه بتاعتك تستنى نظيفه كده ما فيهاش اي حاجه محروقه، بعد ما تخلصي قلي فض الزيت. احنا مش بنرمي الزيت، بنستخدمه مره واتنين في القلي، وبعد كده بقى اعمل بيه سمك بنيه، مش برميه يعني، او حتى فلفل وبتنجان عادي. بعد ما تخلصي قليه فض الزيت من الطاسه واغسليها زيها زي اي طبق في الحوض، ما تسيبيش الزيت فيها وتدخليها فرن البوتاجاز. لما تيجي تقلي تاني الزيت اللي خرج من المصفى بقى او الطرطشه بتاعه البطاطس بيتحرق على جناب الطاسه، فقلت اقول لكم كده على المشي. ولعنا على الزيت، هنسيبه بقى يسخن. كده الزيت سخن معانا، نصفي البطاطس من الميه كويس. ما تحطوش البطاطس وتطلعي تجري، ده يخليها ترطش منك وممكن الزيت يجي على ايديك. بسم الله الرحمن الرحيم. لو خايفة على ايدك حطيها في المصفى. هنقلبها تقليبة كده، نخلي الزيت السخن يوصل لكل البطاطس. لما يبقى الزيت كتير بيديكي مساحه او فرصه يعني ان انت تحطي كميه بطاطس كبيره. قلبت البطاطس كده واتاكدت ان الزيت السخن وصل لكل شرايح البطاطس اللي معايا، مش هقلبها تاني بقى، هسيبها كده. والنار ما تكونش عاليه قوي، النار يعني فوق المتوسطه بشويه، ولما تتماسك خالص نرجع لها. باكد ان احنا مش هنقلب، هي التقليبه الاولانيه دي بس، ولما تاخد لون كده خفيف نبدا نقلب براحتنا بقى. البطاطس شغاله اهي، بس عشان ااكد لكم ان احنا مش بنقلب، نسيبها تتحمر براحتها كده في الزيت من غير ما نقلب. اول ما ابدا اقلب هرجع لكم. البطاطس بدات تاخد لون اهي. جهزت كمان الطبق اللي هطلعه عليه، حطيت فيه ورقه مطبخ كده. البنات اللي لسه اول مره هيدخلوا المطبخ يخلوا ايد الطاسه بعيد عنهم كده عشان ما تمسكش بقى في كمهم او هدومهم، ربنا يستر يعني.
نبدأ بقى نقلب. لو كنا قلبنا قبل المرحلة دي أصابع البطاطس كانت هتتكسر، لأن الزيت بيخليها شبه المسلوقة كده، فالتقليب في الأول بيكسرها. لكن احنا بنقلب بس، نغلفها بالزيت السخن وبعد كده نسيبها. هي كده خلاص دخلت في التحمير اهي، وبقت ناشفة. شايفين؟ سامعين الصوت؟ والزيت الغزير ما بيخليكيش تحتاجي ان انت تقلبي، ما تبقيش محتاجة يعني. البطاطس قرمشت خالص معانا اهي. درجة اللون بقى انت واختيارك يعني، حابة تخرجيها كده، حابة تديها لون ازيد، حابة تحمريها زي ما بتحبوا تاكلوها. شايفين الدرجة؟ شايفين الصوابع ما اتكسرتش ازاي؟ عشان ما قلبناش قبل ما تتحمر. شايفين كل الصوابع سليمة ازاي؟ خلاص بدأت تاخد لون معايا اهي. سامعين الصوت؟ هبدأ بقى أخرجها. اللون ده مناسب بالنسبة لي. سامعين؟ حابة تديها لون أكتر زي ما أنت عايزة، بس عامة هي في المطاعم ما بتبقاش واخدة اللون قوي يعني، بتبقى مقرمشة ولونها ذهبي كده وجميل. شايفين؟ سامعين الصوت؟ هكمل انا بقى الكمية وارجع لكم. كده خلصنا تحمير البطاطس مع بعض. شوية بطاطس لون وقرمشة يستاهل بقكم. خلينا ادوق واسمعكم الصوت. بسم الله الرحمن الرحيم. سامعين الصوت؟ ما شاء الله جميلة جدا. تحمير البطاطس مش بس زيت وبطاطس، لا، في خطوات لو اتبعتيها هتحصلي على نتيجة ممتازة. يا رب تجربوا تحمير البطاطس بطريقة وتعجبكم، ولو عجبتكم متنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير للفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.